المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم الهام شانيل. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا نشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي الهام شانيل. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بالتخلص من الخطوط البيضاء والحمراء، فبشمعة واحدة تخلصي من الخطوط البيضاء والحمراء في الجسم الى الابد، يعني ما غاديش يبقاو الخطوط وغادي يختفيو في الجسم ديالك بالكامل. فنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تستفدوا منها سواء بالقليل او بالكثير، المهم هو الاستفاده. وبزاف السيدات كيسولوني في التعليق ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي الشخصيه ديالي، كيسولوني على الحل للتخلص من الخطوط البيضاء والحمراء في الجسم، شنو الوصفات الطبيعيه اللي تنصحينا بهم، شنو الزيوت اللي كذلك ومثال تنصحينا بهم. فاكيد ان شاء الله غادي ننصحكم بكل هاد الاشياء في هذا الفيديو وتستفدوا مني سواء بالقليل او بالكثير، المهم هو الاستفاده. وقبل كل هاد الاشياء فنبغي نرحب بالناس اللي كيزوروا هاد القناه سواء الجدد او القدامى معنا في لاشين، فمرحبا بالجميع سواء نساء ولا رجال. بالنسبه لهاد لاغوسيت هذه سهله مهله، مكونات ديالها بسيطه جدا. المكون الرئيسي ديالها هو الشمع او لا شمعه وحده غنحتاجوها باللون الابيض اكيد، لانه بزاف السيدات يقدروا يسولوني في التعليق على واش ممكن استخدام اي شمع كيف ما كان اللون ديالو سواء احمر او ماغون او اخضر او بزاف ديال الكولور، فاكيد ما يمكنش فقط الابيض، يعني الشمع الابيض هو اللي غنحتاجوه في هذه الوصفه هذه. لماذا هو من المزايا وفوائد بخصوص التخلص من الخطوط البيضاء والحمراء في الجسم؟ كما كنعرفوا على الخطوط فممكن تجي في الفترة ديال الحامل، ممكن تجي فاش كنكونو كنعملو تمارين يعني عنيفة الجسم ديالنا، ممكن تجي يعني بعدة أشياء، ماشي غير بشيء أو بجوج ديال الأشياء، صراحة عدة أشياء يقدرو ينحصلو يعني في الجسم ديالنا سواء كنا كبار فلاج أو صغار فلاج على الخطوط البيضاء والحمراء. اهم شيء اللي خصنا نعملوه هو نتخلصوا منهم بواسطه وصفات طبيعيه او بزيوت طبيعيه، نبقاو دائما ندهنوا بهم الجسم ديالنا سواء منطقه البطن او الارداف او الجوانب. هو صراحه ما يمكنش يكونوا غير في الكرش او في البطن، فممكن يتوزعوا في عده بلايص في الجسم، يعني ماشي غير في المنطقه ديال الكرش، لانه اين فكت تقولوا الخطوط البيضاء ولا الحمراء فبزاف السيدات كيمشي بالهم اوتوماتيكمون مع الكرش او البطن، ففين غيكونوا الخطوط البيضاء والحمراء اوتوماتيكمون غيكونوا في البطن، فهاد القضيه هادي ما صحيحاش، يعني ما يقدروش يكونوا غير في البطن بوحدو، يقدروا يكونوا في البطن كيف ما يقدروا يكونوا يعني في الارداف او في الجوانب كما سبق لي وذكرت. وبسم الله على بركه الله نمشي باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، طريقه تحضيرها استخدامها واستعمالها ايضا. فاول مكون غنحتاجوا له في هذه الوصفه هو الشمع، فكما قلت لكم كما كتلاحظوا غادي نحتاجوا شمعه واحده بهذا الشكل هذا تكون باللون الابيض. وبالنسبه لثاني مكون غنحتاجو له في هذه الوصفه فغادي نحتاجو زيت الزيتون، زيت الزيتون حتى هو كيعالج لينا الخطوط الحمراء والبيضاء. وغادي نحتاجو القهوه سريعه الذوبان اولا القهوه حبيبات حتى هي كتعالج لينا الخطوط البيضاء والحمراء ايضا، سواء الحمراء اللي كتكون باللون الخفيف اولا اللي كتكون غامقه، يعني توحدات مع اللون ديال الجسم وبقات لاصقه، يعني هادوك صراحة كيصعب باش نزولوهم. فمن الأحسن سواء كانوا عندنا الخطوط البيضاء ولا الحمراء اللي كيكون باللون الخفيف فضروري ما نزربو عليهم ونعملو ليهم الوصفات الطبيعية وكريمات مرطبة باش هكذا نعالجوهم ويمشيو، يعني ما يبقاوش عندنا في الجسم ديالنا. فكما قلت لكم غنحتاجو الشمع، غنحتاجو القهوة سريعة الذوبان، وغادي نحتاجو زيت الزيتون، ممكن إضافة حتى الملح الخشن حتى هو نستخدمه في هذه الوصفه حتى هو كيعالج لنا الخطوط البيضاء والحمراء. فهذو هما كل المكونات اللي استخدمت، ما حاولش انني نكثر يعني عده مكونات. بالنسبه لكم نتوما الناس يقولوا لي شنو الزيوت اللي تقدرينا تنصحينا بهم يعني نعملوهم فوق من هذه المكونات، فممكن تلجؤوا لزيت اللوز الحلو، ممكن تلجؤوا لزيت جوز الهند، ممكن تلجؤوا لزيت الزنجلان، ممكن تلجؤوا الزبدة الكاريتي ولا زبدة الشيا رائعة جدا بخصوص يعني علاج هذا المشكل،
هناك زيوت كثيرة ومتعددة، أيضا ممكن تلجؤوا حتى لزيت أرغان إذا كان متوفر عندكم. فقط يعني حاولوا تشوفوا اللي كاين عندكم في البيت تستخدموا، ماشي بشرط تمشيو وتكلفوا على راسكم وتجهدوا على راسكم وتكلفوا راسكم أكثر من الطاقة ديالكم باش تجيبوا زيت ولا باش تجيبوا ما يمكنش. هاد القضية ضروري ما ناخدو غير داكشي اللي عندنا في البيت ونعالجوا به المشكل. فدابا غادي ندوزو لطريقة تحضير هاد الوصفة، طريقة استخدامها واستعمالها أيضا. فبسم الله على بركة الله، غادي ناخدو واحد السكين بهذا الشكل وغادي نبدا كنقطع في هاد الشمعة هادي، يعني قطعة بقطعة باش هكذا ندوبو في حمام مريم ونحصل على النتيجة اللي بغيت. بالنسبة للناس اللي غيسولوني على واش غنخليوها يعني بهاد الخيط اللي فيها، فاكيد غتخليوها بالخيط اللي فيها. ملي كدوب راه داك الخيط غتزولوه بكل سهولة، يعني ما غتحتاجوش معاه شي حاجة اللي هي كبيرة بزاف. فهاد الخيط هذا كي يمشي بعد ما كتكونوا ذوبتوا هاد الشمعة هادي. فانا غنكتفي غير بهاد الكمية وغنحتفظ بهاد المتبقي عندي من الشمع. فغادي نذوب هاد الشمع هذا، وانا يعني ديجا مسبقا كانت عندي شمعة اخرى وذوبته في حمام مائي ولا حمام مريم على حسب نتوما شنو بغيتو، وهالنتيجة اللي صبحت عندي يعني نتيجة بهاد الشكل هذا. غير هو ضروري ما تحاولوا ملي تبغوا تستخدموه انفو يذوب انفو تستخدموه، ما تحاولوش تعطلوا عليه اكثر من اللازم. الا بغيتوا تعطلوا عليه فضروري ما تعملوا واحد الحمام مائي ومن بعد توضعوا فيه هذا الاناء هذا باش البخار يبقى يعني مذوب لينا هاد الشمع، لانه الشمع كما كنعرفوا عليه دغيا كيرجع يكرم من اول وجديد بحالو بحال زيت جوز الهند واكثر، يعني كيكرم غير بحال زيت جوز الهند، اما هو راه في ساع يعني كيرجع جامد ما كيبقاش سائل بهاد الطريقه. داكشي علاش ملي تبغيو كنصيحه ملي تبغيو تستخدموا حاولوا تستخدموا فيت فيت باش هكذا ما يرجعش يذوب لكم، اولا اعملوه على اناء اللي فيه ماء ساخن وبالتالي غيبقى دايب لكم حتى تبغيو تعملوا الوصفه على خاطر خاطركم كما تنقولوا. فدابا غادي ندوزوا لطريقه التحضير. غادي ناخذوا يعني ملعقه من القهوه او ملعقتين، يعني نحاول نعمل ديك الكميه المتبقيه عندي كامله ديال القهوه لانه ما بقاتش كميه كبيره بزاف، وغادي نضيف لها يعني الشمع اللي كيكون ديجا مذوب وكنكون زولنا له داك الخيط، ومن بعد غادي نضيف زيت الزيتون. ممكن تعويضوه بزيت الارغان بزيت جوز الهند باي زيت توفر عندكم كما سبق لي وشرحت لكم. بالنسبه لهذه الوصفه ممكن الاحتفاظ بها في علبه وتبقاو تستخدموها كل ليله قبل النوم، ولكن دائما ملي تبغيو تستخدموها حاولوا تذوبوها تستخدموها لانه الشمع غيرجع عندكم جامد ما غيبقاش سائل. فملي تبغيو تستخدموها حاولوا تعملوا واحد كما قلت لكم الحمام مائي وعملوا ديك العلبه ديال الزجاج اكيد فوق ديك الحمام مائي وبقاو تطبقوها، ومني تكملوا منها حاولوا تغلقوها وتحتفظوا بها، والوصفة كتصبح بهذا الشكل يعني كتكون سائلة ما كتكونش عقدة نهائيا، يعني كتكون بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم ممكن تزيدوا تضيفوا لها معلقة من زبدة الشيا ولا زبدة الكاريتي، رائعة هذيك زبدة الكاريتي يعني كتعالج المشكل ديال الخطوط، و ما عليكم الا تطبقوا الوصفه بهذه الطريقه هذه على الخطوط البيضاء والحمراء بهذا الشكل هذا وانتم كدلكوا بحركات دائريه. وصفه رائعه وحتى الرائحه ديالها زوينه، يعني ديك الرائحه ديال الشمع ما كتبقاش 100% لانه كتهرسها لينا القهوه فما كتخليهاش مركزه.
كتبداو تدهنوا هاد الوصفه على كامل الجسم ديالكم وكتخليوها حتى كتجف، عاد من بعد كتوصلوا للمنطقه. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي شنو الزيوت اللي تقدري تنصحينا بهم، راه نصحتكم بعده زيوت، بقاو تستخدموهم في الليل قبل النوم للبطن ديالكم. بعد ما تنتهيو من هذه الوصفه بقاو تستخدموا زيت جوز الهند، زبده الكاريتي، زيت اللوز الحلو، زيت الزنجلان، ايضا زيت الارغان، يعني عده زيوت بقاو تستخدموهم الجسم ديالكم باش هكذا تخلصوا ان شاء الله من الخطوط الحمراء والبيضاء في اقرب وقت. حتى وان كنتي حامل فممكن تستخدمي هذه الوصفه للبطن ديالك، لانه يعني بزاف السيدات غيسولوني في التعليق الاخت او انا حامل شخصيا فواش ممكن استخدام هذه الوصفه، واش تقدر تضر الجنين ديالي؟ فما غاديش تضر ان شاء الله الجنين ديالك، غير داوميها واستخدميها وان شاء الله نتمنى تحصلوا على نتائج مزيانه للجميع. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، سهله مهله بسيطه ورخيصه، واهم شيء انها يعني في متناول الجميع، اي شخص ممكن يجربها ويكتب لينا في التعليق يعني كيفاش جاتو الوصفه، واش تواتات معاه، واش استفد منها او لا ما استفدش منها. فاكيد رحب بكل هاد الاشياء، غير هو ما تنسوناش بالبارطاج باش هكذا تعاون فائده للجميع. وبدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم يتجدد ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى.